سررنا بالمشاركة مع مديرية صيد البحر والموارد الصيدية في هذا اليوم الدراسي حول المزايا العلاجية للأسماك المياه العذبة في طبعته الخامسة. مشاركتنا هدف من تنظيم هذا اليوم التحسيسي هو التعريف بمجالات استعمال أسماك المياه العذبة بصفة عامة. ما يخفش عليكم أنه أسماك المياه العذبة ليست فقط للاستهلاك من أجل الأكل، أيضا هي فيها مزايا أخرى علاجية وصيدلانية اللي راح نتعرفوا عليها من خلال هذا اليوم الدراسي. رغم توفر الإمكانيات والمحفزات إلا أن هنالك إشكالية، غياب تام للعقار، عقار تربية المائيات، منطقة نشاط تربية المائيات زون زطاء التي تعد هي المحفز أو القاعدة الأولى لانطلاق تربية المائيات في المناطق الصحراوية، هذا من جهة. ومن الجهة الثانية لا يوجد الصيغة القانونية لهذه الأسماك مثل الأسماك العلاجية والأسماك أو العلاج بالأسماك.